وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل من دولة الإمارات العربية المتحدة، يقول أن رجلا قال له بيع هذه السيارة 15,000، قال فإن أنا بعتها بأكثر من ذلك 20 مثلا، هل من حقي أن أخذ هذه الزيادة 5,000 وأن أدفع 15 إلى صاحب السيارة؟ نقول أيها الكرام الفضلاء، هذه مسألة تكثر عند كثير من الناس من الدلالين ومن السعاة وغيرهم. نقول الأصل في هذه المسألة أولا أن إذا قال لك صاحب سلعة بع هذه بكذا فأنت وكيل. المسألة الثانية، الوكيل مؤتمن. المسألة الثالثة، ليس له أن يأخذ إذا باعها بزيادة أو أتته هدية على البيع أو أي شيء يترتب على هذا البيع، ليس له أن يأخذ منه شيئا إلا أن يستأذن صاحب السلعة. نضرب على ذلك مثال، سيارة مثلا ب15,000، ذهب إلى السوق فباعها، قال له صاحب السيارة بيعها ب15,000 فباعها ب20، نقول له كل المبلغ من حق صاحب السلعة، ما أنت إلا وكيل، ما أنت إلا مؤتمن، وهذه أمانة. والله يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها الآية. نضرب على ذلك مثال آخر، لو أن رجلا قال لك خذ هذه الغسالة، خذ هذه الثلاجة وبيعها ب2,000، فلما بعتها ب2,000 أعطاك المشتري 2,000 ثم أعطاك هدية وليكن جوال أو وليكن بطاقة شحن مثلا فوق البيع، نقول كل هذا من حق صاحب السلعة وليس لك فيه حق إلا أن يأذن لك. نقول ما هو المخرج إذن؟ المخرج أن تقول له أبيعها لك 15 وما زاد فهو لي، فإن قال قبلت فالمسلمون على شروطهم كما جاء في الحديث الصحيح، وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة. والدليل من السنة حديث عروة البارقي، أصل في المسألة في الصحيح أن النبي أعطاه دينارا وقال اشتري شاة، فرجع للنبي بشاة ودينار. كيف هذا؟ ذهب فولد أن السوق خصبة فاشترى شاة بماذا؟ فاشترى شاتين بدينار، شاة كل شاة نص دينار، ثم باع واحدة منها بدينار، فرجع للنبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار، فقال بيع الفضول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في صفقة يمينه، فقال لو أمسكت ترابا لا ربحت فيه. وجه الدلالة هنا النبي قال له هات اشتري شاة بدينار، كان ممكن يقول هذه شاتكم وهذه الدينار هذه لي من البيع، ولكن رده كله للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلينا يا إخواني أن نستبرئ في بيعنا وشرائنا، وأن نتقي الله عز وجل، وأن لا ندخل سحتا على أنفسنا ولا على أولادنا، فما نبت من سحت فالنار أولى به. رزقنا الله وإياكم حلالا، وصلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.